ظاهرة مراكز التجميل بالعراق تكون يعني ظاهرة فريدة من نوعها. العراق يعني يشهد غزو لمراكز التجميل والعيادات وعمليات التجميل اللي تجرى بشكل غير قانوني ربما، وتجرى في الصالونات وفي البيوت بالإضافة إلى المراكز المرخصة والمراكز غير المرخصة. فهي حقيقة يعني أصفها بأنه سوناني، مثل سوناني من المراكز التجميل اللي دخلت للعراق بشكل غير مسبوق. المراكز الرسمية عادة تجاز من قبل إدارة يعني شعبة القطاع الصحي الخاص أو إدارة المؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة، والكوادر العاملة فيها من الأطباء يجب أن يكونون مسجلين في نقابة الأطباء، والمفروض يكون تنسيق بين الطرفين لإدارة هذه العملية والسيطرة عليها. الحقيقة اللي بيصير أنه هذا الموضوع بيجري عملية التسجيل لهذه المراكز، بتسجل كمية عدد قليل من هذه المراكز، والغالبية العظمى من المراكز المنتشرة هي مراكز غير مسجلة. نعم. ويمكن حتى أكبر من قدرة يعني الإجراءات الاعتيادية. يعني هل لا تمتلك الملاحقة والمراقبة الجهات المعنية دكتور حسنين ما هو مطلوب لمواجهة تسونامي اجتاح العراق كما وصفته، يتمثل بالعيادات غير المرخصة والذي يمثل خطورة بالغة على الباحثات عن الجمال التي ربما أولوات يبحثن عن أسعار بسيطة ربما مقابل هذا الإجراء الجراحي أو غيره؟ وزارة الصحة تمارس عمل يعني مشكور في مراقبة والتفتيش ومتابعة هذه المراكز. وطبعا نقابة الأطباء خلال السنوات الماضية قامت بعمل أيضا جدا كبير حتى قبل يعني هذه الدورة الانتخابية. احنا حسب آخر المعلومات اللي عندي أنه 104 مركز مسجلة رسميا، وبينما اللي فعليا موجود على ارض الواقع يمكن هذه 104 موجوده في جانب كرخ واحده او ربما اكثر من هذا الرقم في جانب من بغداد وليس كل بغداد. وتخيلوا انه 104 المسجله هذه في كل العراق. يعني فالحقيقه العدد الموجود اللي على الارض هو يفوق عده اضعاف العدد المسجل. احنا مارسنا المراقبه في نقابه الاطباء ورفعنا حوالي خلال السنتين الماضيه 230 دعوه قضائيه، كلها تقريبا حسمت وبعضها انتهت بالحبس للمخالفين. واكيدا وزاره الصحه عندها ارقام وما تزوجهم حتى اكثر. ومع كل ذلك ما تزال هناك مراكز تعمل بشكل غير منضبط. وطبعا مثل ما تفضل دكتور ماجد قبل لحظات من انه اكو تاثيرات احيانا سياسيه، اكو ناس متنفذين، اكو عدم ثقه بانه هناك قوه ردع كافيه من الدوله. نعم. تسمح بتجرؤ البعض على هذه المخالفات. نحتاج جهد كبير من الدوله لمسانده النقابه حتى تقدر تنفذ القانون بما يتيح لها، يعني التعليمات بما تتيح لها التعليمات والقوانين النافذه. شكرا. اذا نقيب اطباء العراق الاستاذ الدكتور حسنين صفاء شبر كنت معنا.